إذن تحديات اقتصادية كبيرة تنتظر الحكومة المغربية الجديدة، فالأرقام تشير إلى أن الكثير من العمل ينتظر حزب العدالة والتنمية. فنحن نتحدث عن 6% هي نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي، مع العلم أن هدف الحكومة هو إبقاؤه عند 4%. أيضا رقم 4% هو متوسط معدل نمو الاقتصاد المغربي سنويا، والذي هو غير كافي لتخفيض نسبة البطالة التي تقف عند 9%. هنا نذكر أن نسبة البطالة عند الشباب دون عمر 34 سنة يقف عند 31.4%. ضغوط ومطالب الربيع العربي واستمرار ارتفاع أسعار النفط ناهيك عن أزمة منطقة اليورو، مع العلم أن هناك علاقة مميزة للمغرب مع الاتحاد الأوروبي وخصوصا فرنسا. فالاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للمغرب، حيث أن 70% أو أكثر من صادرات المغرب تذهب إلى أوروبا. أوروبا هي أكبر مستثمر أجنبي في المغرب، استثمارات فرنسا فقط تفوق 14 مليار يورو. أوروبا أيضا أكبر مساهم في إيرادات قطاع السياحة المغربي، الذي يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي. ولا ننسى بالتأكيد تحويلات مليوني مغربي في أوروبا، والذي تشكل هذه الأرقام 8% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب. صندوق النقد الدولي قال الشهر الماضي أن الاقتصاد المغربي يواجه تحديات كبيرة تشمل عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية في أوروبا، ومواجهة مطالب شعبية صعب تحقيقها بالموارد الحالية. من جهتها أيضا S&P ذكرت أن المخاطر التي تواجه المغرب تكمن في اختلالات ببعض القطاعات وعدم توازن جودة الائتمان. إذن هذا هو الإطار الذي سيتحرك فيه حزب العدالة والتنمية. فما هي أهم النقط التي يركز عليه الحزب في خطته للإصلاحات الاقتصادية؟ أولا خلق الوظائف. هما يحبون أو يودون أن يخلقوا وظائف ما لا يقل عن 300,000 وظيفة. رقم طموح، لماذا؟ لأن لخلق 300,000 وظيفة نحتاج إلى 6% على الأقل كنمو بالناتج المحلي. الحزب أيضا يرغب في تصحيح الإجراءات التنظيمية لجذب مشاركة أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية. هنا الحزب ينوي تشكيل حكومة ائتلافية مع الحزب الاشتراكي وحزبين آخرين، حيث الكل يتفق على تسهيل عمل القطاع الخاص. ثالثا محاربة الفساد الاقتصادي. السيد الداودي وهو عضو نشط في الحزب الفائز قال أن الفساد يكلف الاقتصاد المغربي 15 مليار درهم سنويا، أي حوالي 1.2 مليار دولار، وذلك يمثل 2% من أرقام GDP. المغرب أيضا مصنف بالمركز 85 من حيث الشفافية من مجموع 187 دولة حسب تقرير الشفافية العالمي. رابعا فرض ضرائب على أرباح الشركات الاتصالات والبنوك، وفرض ضرائب أعلى على الإسمنت، وهذا يقلق بعض الشيء القطاع الخاص. بالإضافة إلى كل ذلك، الحزب لا ينوي خفض الإنفاق تماما، وليس من بعض الأمور الأهم صعوبة أمام الحكومة الجديدة هو الإنفاق الحكومي على الرعاية الاجتماعية. فالحكومة زادت الدعم بالوقود والغداء، حيث يمثل الدعم الآن 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وصندوق النقد يتوقع أن يرفع عجز الموازنة إلى 7.5 من حجم الاقتصاد.